بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقات برنامج الوطن والمواطن. النهارده بنتكلم عن موضوع يعني بيهم كتير من المواطنين. مين فينا ما عندوش اطفال احتاج يوديهم حضانه؟ مين فينا ما احتاجش ان اولاده يعني في مراحل تعليمهم يحتاجوا بعض المساعدات او كده؟ مشروع جميل جدا يعني بيقوم به احد الشباب، هو مدرس لغه انجليزيه مجتهد جدا، معاه فريق عمل جميل جدا. الموضوع لما بلغني ووصلني لقيته جميل ويستحق ان احنا نطرحه في الاعلام، وده الاعلام الهادف اللي انا دايما بحب اشتغل فيه، والموضوعات المهمه اللي بتهم حضراتكم عشان يعني نستفيد ونفيد مجتمعنا ونبنيه. الموضوع ممكن يكون متكرر، لكن موضوعنا النهارده فيه اضافات مش موجوده عند غيرنا. يعني هنتكلم عن مشروع موجود في كتير من الاماكن، لكن عند الاستاذ عبد الله السيد اللي اول حاجه طبعا برحب بيه. اهلا وسهلا استاذ عبد الله. قبل ما ادخل في المشروع عرفنا بنفسك كده، يعني معلومات سريعه كده. أستاذ عبد الله السيد مدرس لغة إنجليزية إعدادي ثانوي، اديت جميع أنواع الكورسات إنجليش كونفرزيشن ترانسليشن جنرال، يعني اديت أنواع كتير في أماكن محترمة، معهد لاتيني للغاية، السيلبس أكاديمي في الدقي، في ال ال سي كورس، يعني اديت في بعض الأماكن. أنت اللي بتدرس؟ أنا مستعجل، وحاليا في مدرسة الفرسان للغاية. طيب لا أنت دخلت إنك طب أنت درست في إيه بقى؟ أنا خريج تربية إنجليزي. تمام، تربية إنجليزي دفعة 2015. وأكيد خدت كورسات وطورت يعني. خدت كورسات في الجامعة الأمريكية، وخدت كورسات ترجمة في مكتبة السفارة الأمريكية، خدت كورسات في معهد القوات المسلحه للغات، اشتغلت على نفسي. يعني انت حصلت بشكل قوي، فقدرت تكون بتعطي برضه بشكل قوي. يعني انت مش مستوى مدرس انجليزي اللي هو بقى بتاع فيرب تو بي فيرب تو هاف وكده، والحاجه العقيمه دي اللي هي ما بتاكلش عيش. مش بيقتصر على الجرامر، احنا بنشتغل الفوكاب ترانسليشن ريدنج ليسننج، بشتغل على كذا مهاره في الانجليش، بعدين اخر حاجه بقى الجرامر. مش ببدأ شغل يعني كده. طيب يعني انت من البدايه بادئ ان انت يعني داخل في المساله بتفوق. ان شاء الله يعني تستمر على كده باذن الله. ان شاء الله. طيب ممكن تدينا فكره عن المشروع؟ انا ما حبيتش احرق الكلام في المقدمه. المشروع بتاعك اللي انت شغال عليه دلوقتي بقى، اولا احنا في كتير من الحضانات في مصر، ولكن هي بتقتصر دور الحضانه في مصر ان هو كطفل يروح الحضانه عقبال ما باباه ومامته يجوا من الشغل يجي ياخدوه خلاص. وكداده احنا طورنا الحضانه شويه، يعني خليناها تبقى لانجوج. لا في زحليق ومراجيح في الحضانه يعني برضه. احنا عندنا برضه زحليق خليناها لانجوج انترناشونال، يعني بدايه بتبتدي الحضانه عندنا واحد لازم يبقى فيه انجليزي فرنساوي الماني. واولا احنا ثلاث لغات على الطفل اللي لسه، ثلاث لغات على الطفل، وبنشتغل على مش كتير. لا يا فندم احنا مكتسبه. يعني ايه مكتسبه؟ يعني الطفل اول ما بينضج بتيجي تقول له ده كلب او دي قطه، فهو بيتعلمها كده. تمام. لا احنا بقى هنخليه يكتسب ان ده دوج وان دي كات، مش هنخليه يكتسب ان ده كلب. كفايه يعني كفايه كلب وقطه ودج وكات. لا تدخلوا على فرنساوي والماني كمان. هنخليه يكتسب حاجات كتير من هيدخلوا في بعض كده. لا ابدا عادي ابدا. لا طالما يستحمل يعني قصدي اللغه المكتسبه عمرها ما تتنسي. يعني لو حضرتك تشوف ان الستات الكبيره والناس العواجيز الكبار كلهم حافظين بعض المصطلحات بالانجليزي لان هم اكتسبوه وهم صغيرين. اللغه المكتسبه استحاله تتنسي. تمام. غير اللغه اللي انت بتتعلمها دي اللي بتتنسي مع الوقت لو انت اهملتها. احنا دايما شغلنا على الاكتساب، ان انا بكتسبه بالانجليزي خليه يكتسب فرنسي خليه يكتسب الماني، وبرده انا بشوف الطفل هواياته وميله معايا ايه اكتر وببدا انميها له. دي بدايه. كمان عندنا بنتميز ان في عندنا حمام سباحه، وحمام السباحه دون لمدرب محترف يبدا برضه يعلم الطفل، لان بنمشي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقال علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل. احنا برضه عندنا سباحه وبندرب الاطفال على السباحه وهم صغيرين،
عندنا برضو جمباز، يعني الطالب اذا كان يتعلم سباحه او جمباز حسب برضو ميوله، حسب والديه حابين ايه او بيفضلوا ايه. وكمان عندنا ده كله في عمر الحضانه، ده كده كله في الحضانه. انت خدت كده دخلت انك عملت نادي كده، ما كنشاط كان انا حابب الطفل في الحضانه ان هو يبقى صاحي الصبح مش بيعيط وعايز ما يروحش، يعني يروح يقعد اليوم كله تقريبا. تقريبا بيبقى من الصبح الساعه 7 لحد الساعه 4 بيقضي عندنا جميع انواع الانشطه. حضرتك احنا اهم حاجه عندنا الطفل يجي عندنا ما يبقى جاي بدون ملل بدون زهق، جاي ومبسوط جدا مجهز حاجته كطفل، لانه وكمان هدفنا الاول والاخير ان هو يمشي من عندنا استفاد شيء. تمام. اكتسب لغه، اكتسب مهاره السباحه، اكتسب مهاره الجمباز، غير في حاجات تانية برضه هبقى اوضحها لحضرتك. برضه بيقتصر دور الحضانه في مصر ان الاطفال الصغيرين، لا احنا وسعنا مجال الحضانه شويه لثالثه اعدادي. ازاي يا فندم؟ عملنا حاجه اسمها افتر سكول، ان الطفل او الطالب بيخرج من المدرسه بيجي عندنا الحضانه معاه مدرس قاعد جنبيه، الهدف منه ان هو يعمل له الواجب بشكل صحيح بشكل سليم، تعلمه الخط ازاي سواء مثلا بيكتب عربي او بيكتب انجليش، يكون معاه في عمل الواجب بتاعه، بحيث ان الولد يروح البيت الساعه 4 او الساعه 5 خلص مدرسته عمل الهوم ورك بتاعه، دخل بقى يشوف مذاكرته، هياكل هينام هيرتاح يشوف اللي وراه، يبقى هو روح بيته عامل واجب. بنتغاضى بقى عن فكره انه يروح المدرسه مش عامل واجب بسبب باباه في مشوار او مامته في مشوار او عندهم ظروف، لا هو خلص مدرسته وروح من بيته عامل الواجب. برضه ممكن نزود دور الحضانه شويه كشاب كبير وعنده انترفيو او هيملى ابلكيشن في شركه محترمه وعايز يعمل ابلكيشن بالانجليزي، يعرف اول مره يمر عليه الابلكيشن مكتوب فيه ايه او ايه الاسئله اللي هيتسالها او ايه الانترفيو اللي هيقابله، احنا كل ده احنا بنوضحه له، لان احنا عندنا مدرسين اكفاء جدا جدا جدا، خاصه في الثلاث لغات اللي انا وضحتهم لحضرتك في البدايه، انجلش جيرمان فرنش، يعني ايا كان الابلكيشن اللي هو هيملاه في اي لغه من الثلاثه دول احنا ان شاء الله مؤهلين ان احنا نخليه يبقى عنده اكتساب للابلكيشن، ويبقى عارف هيروح الدنيا فيها ايه، الابلكيشن نظامه ايه، الاسئله اللي هيتسالها في الانترفيو ايه. واضح من الكلام يعني اللي انا فهمته كده ان انتم مجموعه ما شاء الله متفوقين في اللغات جدا، فبتشتغلوا على انكم تطلعوا حاجه من اللي عندكم ده، فجت في شكل حضانه، بس انتوا وسعتوها قوي. يعني المكان اللي انتوا واخدينه عباره عن ايه؟ فيلا اكيد يعني. فيلا هيسع ان انت تبقى عندك اطفال بتيجي تشتغل تاخد شكل الحضانه الطبيعي. تمام. بس انتوا مزودين عليه انه في لغات. تمام. في العاب معينه مش زحليقه ومرجيحه، لا ده في رياضات كمان. تمام. في نفس الوقت هل في مكان بقى تقعد الولاد اللي هم الاكبر اللي جايين حد يساعدهم في كتابه الواجب؟ تمام. بدل ما يروح يتمد تاني يوم بقى والقصص بتاعت زمان دي. فانت كده بتعمل فيه من انه يعني يحصل معاه كده، او انه يكسل، او انه يبقى مش عارف. ممكن طالب مش عارف يعمل الواجب بتاعه، بالذات في الانجليزي يعني، او الرياضه مش عارف يحل. هل في بقى مدرسين تغطي كل المراحل؟ يعني انت جاي لك ولد في ثالثه ابتدائي، بنت في اولى اعدادي، ده موجود؟ والله في مدرسين اكفاء لحد ثالثه اعدادي، وخاصه في الانجليش لحد ثالثه ثانوي ما شاء الله. في انجليش لحد ثالثه ثانوي يظبطوا الواجب، بس اللي ممكن يبقى بيساعده في معلومه يعني يعتبر زي بيروح عامل الواجب وفاهمه حافظه، لو في حاجه عايزه تتحفظ بيحفظها، عايزه تتذاكر بيذاكرها قدامي، حاجه عايزه تتسمع بيسمعها له، حاجه لو مش فاهمها يفهمها ان شاء الله. حضرتك عندنا بدل الغرفه اكتر من غرفه، كل غرفه مجهزه بشكل معين، كمان عندنا شاشه بروجيكتور لو في حاجه حضرتك احنا هنشرحها لحد معين على شكل تقنيه بروجيكتور او بي دي اف او يعني لو أو في خمس ولاد في اولى اعدادي بتاع بتفهمهم حاجه تفهمهم عليها. طيب المكان ده فين؟ في مدينه العبور. مدينه العبور. والمجموعه اللي معاك كلها من هناك؟ كله جهز ان شاء الله من هناك. هل في قابليه ان انتوا تنتقلوا يعني مثلا زي واحد بيشتغل شيفت في المكان ده ويطلع يشتغل شيفت في المكان ده؟ هل تنتقلوا يعني لو حد بيسمعنا دلوقتي مثلا عجبته الفكره قال لك طب ما انا عندي مكان في التجمع مثلا؟ تمام. في مدينه نصر، اي مكان يعني في اكتوبر. تمام. فيقوم قال لك طب ممكن تيجوا بالمجموعه دي تعملوا معانا الموضوع ده، ينفع ولا انتوا عبور يا بلاش؟ لا احنا والله حابين نكبر الموضوع ده جدا، يعني زي ما يبقى في الرقيه
فين، في مدينتي، في التجمع، في القاهره الجديده. ممكن تكبره بانك تجمع زمايلك اللي لسه انت ما تعرفهمش يشتغلوا معاك. احنا كجروب كبير، واحنا ممكن نقسم نفسنا في اكتر من مكان. انا بطرحها فكره بس على فكره. تمام لا طبعا حضرتك، احنا لو حد حابب الفكره وعنده المكان احنا ممكن كجروب نساعده ونفتح معاه المكان ده. انتوا المكان اللي معاكم ده انتوا حكيت لي قبل ما نسجل انه بتجهزوه دلوقتي ان شاء الله. يعني امتى يكون جاهز والناس بقى يجي لك عشان كتابه الواجب بقى واللي جايب الحضانه والكلام ده؟ هي فكره افتر سكول طبعا بتشتغل مع مع المدارس اكيد. لكن الحضانه انت ممكن امتى تكون بادئ؟ جاهز ان شاء الله خلال من 20 يوم ل 30 يوم باذن الله. يعني في خلال المده دي ممكن يعني مثلا على نص سبعه كده بامر ربنا تبدا تتلقى ربنا طلبات قبول الحضانه ان شاء الله. والولاد اللي يجوا بقى طبعا نسيت اسالك برضو، اكيد انت بتدرس المواد اللي هي تخدمه في انه يدخل مدرسه ابتدائي اللي هو التقليدي ده اساسي. طبعاً. انت بتتكلم في حضانه لغات وده توسع، لكن الاساسي موجود. الاساسي تاسيس ان هو لو داخل كي جي 1 او كي جي 2 او اولى ابتدائي احنا بنؤهله. حضرتك انا نسيت اقول لحضرتك ان احنا عندنا ماث وساينس مدرسه ممتازه جدا 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 في الحضانه. ما شاء الله. يعني لو في حد داخل مدرسه لغات او داخل مدرسه تجريبي ومحتاج ماث او ساينس احنا بنؤهله ده اللي في ثالث سنه بيكره الماث. انت جاي فندم انا فهمت حضرتك في البدايه ان احنا بنعمل تعرف الحضانه يعني ايه؟ يعني انت لما تجيب الطفل راجع من الحضانه تقول له خدت ايه النهارده في الحضانه؟ خدت سندوتشات. يعني هو يعني القصه ان انت رايح العيل بيروح عشان ياخد السندوتشات بتاعته ياكلها ويتزحلق في الزحليقه ويتمرجح بالمرجيحه ويروح. فانت كده دخلت الموضوع حاجه ثانيه. لا يعني احنا فهمت حضرتك في البدايه ان احنا حاجه مكتسبه. انت لما باجي اخليه يتعلم لعبه بالاكتساب ويذاكر حاجه بالاكتساب بالتشجيع بالتحفيز من جميع ادوات التحفيز والتشجيع يبقى عندنا ان شاء الله حاجات كتير جدا. في حاجات يعني تبقى مفاجاه ان شاء الله يعني هنفاجئ بيها الطلبه هناك بامر ربنا في المكان. في المكان ان شاء الله. جميل. لكن يعني برضه انا بحب اكد على الكلام، انتوا شهر خلال 20 يوم تقريبا ان شاء الله هيكون باذن الله مكان العبور شغال من 20 ل 30 وارد ان ممكن تقدروا تكونوا في اماكن ثانيه بامر باذن الله. يعني اي حد عنده الفكره انا حابب الفكره يتعامل مع حد عنده المكان وجاهز احنا بامر ربنا يعني على استعداد ان احنا نكون معاه ونفتح له المكان ونساعده فيه. وعندي فريق العمل موجود. هو ده اهم حاجه اللي هو هينفذ الكلام ده بامر ربنا. كتير انت تمشي تتكعبل في 30 حضانه في الشارع الواحد يعني لكن ما فيش كوادر تقوم اللي بتحكيه. لا دي القضيه ان شاء الله. يعني حتى لو انا عجبني الموضوع وانا مثلا في اكتوبر وحبيت اعمله ما عنديش حد يعمل مثلا كشباب او مدرسين يجتمعوا على الفكره دي وعلى الطريقه دي يبقى ممكن الجا لكم وتعملوه. لا ان شاء الله. لا احنا باذن الله اي حد عايز عنده المكان وعنده استعداد يبدا مشروع زي ده انا والتيم بتاعي كلنا من اكبر واحد فينا لاصغر واحد فينا على اتم استعداد ان احنا نقوم له مشروع زي ده. ايه اللي خلاكم فكرتوا في كده بقى؟ قلنا ان والله احنا فكرنا في الموضوع دون من زمان بس ما كان في حاجات كتير ناقصه. احنا اتعلمنا كويس جدا ودوسنا على نفسنا كتير علشان نكتسب لغه ممتازه. انا والفريق اللي معايا فاحنا والله حابين انا حتى لما بنشتغل في اللغات وفي الكورسز والحاجات دي بنبقى حابين ان احنا نعلم الطفل ازاي يكتسب لغه. لما بيكتسبها بتبقى جميله جدا. احنا حابين الانجليش يبقى ليه شكل تاني. الانجليش ده عقده اي طالب. هكذا الفرنش وهكذا الجيرمان عقده لانه لغه جديده وبتقول ماس كمان عندكم والماث والساينس. احنا حابين الحاجات دي. انا حابين نطور من الطالب في مصر. حابين نطور من شكل التلميذ. على فكره مع يعني تصديقا لكلامك مشكله اي ماده الانسان بيحاول يتعلمها اللي بيتلقاها منه. يعني انا لو بتلقى ماده من حد عنده استعداد يعلمهاني صح او هو فاهمها صح هنتعلمها صح هنحبها. يعني انا عاجبني من حوارك ان انتوا اصلا حصلتم كويس فعايزين تطلعوا كويس فبتبتكروا افكار توصلوا بيها كويس ان شاء الله. انا حتى انا على المستوى الشخصي يعني انا فاكر من وانا لسه صغير لحد النهارده انا فاكر مين المدرسين اللي حببونا في المواد بتاعتهم ومين اللي طلعوا لنا وكرهونا في الدنيا بسبب انه دخلته علينا بس طلته البهيه دي بتخلي الواحد يقول لك والله ما انا مذاكر الموضوع ده خالص خالص.
يعني في مواد كرهناها بسبب مدرسينها، يعني منهم طبعا الانجليزي ده لانه يعني في طالب، انا واحد من الناس لا احب افهم اصلا اي حاجه، هتكلمني في رياضه سين صاد بقول لي مين سين ومين صاد وعرفني، مش تخشيش كده والقاعده والقانون والبتاع واحفظ لا يعني. فانا عاجبني قوي كده، فان شاء الله ربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله، وتقدروا تلغوا الروح الكئيبه دي عند الطلبه ان شاء الله. والجميل برضو ان انتم بادئينها لسه من الحضانه، فيبقى انت كده فاتح نفس الولاد من بدري. اللغه المكتسبه بتيجي من الصفر، انا ممكن طفل عنده سنتين وابدا اعلمه من البدايه. الخوف انت عارف بقى، معلش يعني بتيجي على بالي حاجات كده، الخوف ان جاي طالب طالع من عندكم حلو زي الفل كده وداخل مدرسه يقابل بقى ايه المدرسين والمدرسات اللي هم بيتكلموا غلط، يعني اللي هو بينطقوا اللغه غلط حافظينها بالصعيدي بقى. قابلتها كتير مع طلبه كتير، بلاقي ما شاء الله ما شاء الله النطق حاجه يعني لا انجليزي ولا عربي ولا ولا اغريقي، يمكن يعني حد بيخترع لغه 180 كده للاسف، يعني ده موجود كتير. انا طبعا يعني حوارك شيق جدا وعجبني جدا والله الموضوع، يعني هيبقى لنا لقاء بقى لما الشهر الجاي ان شاء الله باذن الله لما تفتح وتخلص تجهيزاتك باذن الله، وممكن نعمل حركه كويسه ان احنا ممكن نيجي نصور الحلقه عندك هناك ان شاء الله باذن الله، ان احنا نشوف برضو التقنيات الموجوده عشان نعرف نوريها للساده المشاهدين كنموذج. البرنامج اسمه الوطن والمواطن، فاحنا بنشتغل على كل ما يهم المواطن، والمواطن ده لما بنشتغل عليه ونهتم بيه ونهتم بالتنميه معاه يبقى انا كده برتقي بالوطن عموما، وده الهدف من التجميع نفسها. فانت لا بناء وفعلا حاجه في هذا البناء الجميل لما تبدا بفكره زي ديت، والطالب او الطفل بقى معنى اصح يطلع متاسس بيسمع لغه زي ما قال الكتاب ان شاء الله، فيعرف يكون يعني شخص راقي وشخص محترم في الماده اللي هو بيتعلمها دي. انا يعني في نهايه الفقره بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ عبد الله السيد، وربنا يوفقك يا رب بكل توفيق وحب. كما اشكركم اعزائي المشاهدين في هذه الفقره، والتقي بحضراتكم بعد الفاصل ان شاء الله. رجعنا لحضراتكم اعزائي المشاهدين بعد فاصل قصير. كنا قبل الفاصل معانا فقره مهمه جدا، احد الشباب الاستاذ عبد الله السيد كان بيتكلم عن انشاء حضانه متطوره وفيها افكار اضافيه وفيها حاجه فعلا هتقدر تبني في المواطن تناغما مع برنامجنا الوطن والمواطن، عشان احنا يكتمل البناء الاكبر بناء وطننا. الفقرة دي طبعا برضو بنستكمل فيها فقرات كنت بدأتها الحلقات اللي فاتت، على اعتبار ان انا بعمل البرنامج في مطعم روميو وجولييت، فاحنا بنستضيف الاطفال اللي بيجوا مع اولياء امورهم او الاسر اللي بتجيب اطفال، بنستضيف الاطفال ديت من باب ان احنا بنعرف برضو افكار الاطفال ديت في المستقبل هتبقى عاملة ازاي، او على الاقل خلاص ادينا ايه بنفرحهم بانهم يبقوا معنا في البرنامج. معايا دلوقتي طفل، يا مرحبا، اسمك ايه؟ معاذ. طب انت دلوقتي بص، اول حاجه عايز اكلمك فيها مالكش دعوه بالناس اللي بره دي ماشي، وكلمني انا بس عشان احنا بنصور دلوقتي، ما تبص لهمش، بص لنا هنا وعلي صوتك. اسمك ايه قلت؟ معاذ. طيب يا معاذ، انت دخلت الحضانه ولا لسه ما دخلتش؟ مش بدخل على رجلي. لا بص يعني بتوجعني. طب بص هقول لك حاجه، اول حاجه ركز في انك تكلمني ماشي، ما تبصش في حته تانية، خليك معايا هنا. انت جاي انت ومين النهارده هنا؟ مازن. ايوه ماما بابا. طيب بص بقى، مازن وماما وبابا قاعدين على الترابيزه اللي هناك دي، ما تبص لهمش عشان نكمل الحوار مع بعض والحلقه تشتغل الله يكرمك ماشي، مالكش دعوه بيهم بقى عشان نعمل شغل صح الله يكرمك، هتبوظ لي شغلتي كده. حلو، ايوه انت اقعد كده بقى عشان. طب هقول لك على حاجه تانية دلوقتي، احنا بنتصور في التلفزيون فالناس هيشوفوك في التلفزيون، مش باصص للتلفزيون كده هيبقى شكلك وحش. انت ما بتروحش الحضانه ليه بقى؟ عشان رجلي وجعاني بس. طب واللي رجله وجعاه ما يروحش الحضانه؟ طب انت لو كانت رجلك مش وجعاك هتروح حضانه سنه كام؟ هتبقى في سنة كام يعني؟
انت عشان عندك سنه. انت عندك كم سنه؟ عندك كم سنه؟ لا اقعد حلو بقى. 4 سنين. عندك 4 سنين؟ انت لسه ما يعني ممكن ما تدخلش حضانه ولا حاجه. طب انت لما تدخل الحضانه وتدخل المدرسه وتكبر بقى تبقى كبير كده قد الراجل ده او قد ده او كده، عايز تبقى تطلع ايه بقى لما تكبر؟ ادخل مدرسه. لا خلاص دخلت مدرسه بقى وكبرت بقى بقيت كبير كده قد الراجل ده، تبقى عايز تكون بتشتغل ايه او تطلع ايه؟ اشتغل. ايه؟ اشتغل. ايوه ركز معايا يا معاذ. ايه؟ على الكمبيوتر. تشتغل على الكمبيوتر واللابتوب. زي مين بقى؟ تعالى انا زي مين تشتغل على اللابتوب زي مين؟ زي ماما. لا بص اقعد، انت رايح فين؟ اقعد على كرسيك، خليك قاعد بس، استهدى بالله، ما هم قاعدين اهم والله. زي ماما. طب انت ايه رايك في المكان ده؟ حلو. حلو. احنا هنتجوز فيه؟ هنتجوز فيه؟ انت داخل على جواز على طول كده؟ طب اقعد بقى، انت شكلك موضوعك. اقعد بقى، انت كده دخلت في جواز وقصه. اقعد يا ابني الله يهديك. انت يعني انت ناوي تتجوز من دلوقتي ولا ايه؟ في عروسه ولا لا؟ بدأت. ايه؟ بدأت تفكر في الموضوع ده يعني؟ يعني بدأت اتجوزهم. يا راجل ما شاء الله عليك. طب ما قلتليش بقى هتشتغل ايه على الكمبيوتر لما تكبر؟ انت شكلك شقي في البيت على فكره صح؟ الحمد لله انك صريح يعني. شقي قوي ولا شقي شويه كده اي كلام؟ شقي قوي. قوي؟ انت مين اخواتك مين اللي جايين هنا؟ جاي انت ومين؟ مازن وحسن. مازن وحسن؟ وماما وبابا صح؟ طيب انت اكتر واحد شقي يعني؟ بتعمل ايه بقى في البيت شقاوة يعني؟ بتكسر وتخبط وتعمل ايه بقى؟ انت تعبت لي اعصابي اصلا. بتشكل مع ماما. بتتشكل مع ماما؟ ليه كده بس؟ بترضى تعمل لي اكل. تعمل لكش اكل؟ طب ما انت ما شاء الله كبيره يعني اكلت كتير. ازاي بقى ما يعني ولا ما انت لو ما بتعمل لكش اكل كنت تبقى ما تكبرش صح؟ رجلي مش طايله تحت. رجلك مش طايله تحت؟ ما هو عشان انت لسه 4 سنين بس. لما يبقى كبير بقى قد كده رجلك هتبقى قد تحت، ويعني ماما ما بتعملكش اكل هي اللي خلت رجلك ما تنزلش تحت؟ يعني عايزه تعمل لك ايه يعني؟ سندوتشين مثلا تقف بيهم ولا ايه؟ انت شكلك شقي فعلا. انت اكتر واحد شقي؟ طيب انت بقى ماما ما بتعملكش اكل خالص؟ طب انت اكلت ايه قبل ما تيجي؟ ما اكلتش اكل خالص؟ هتاكل يا عم، ما احنا في مطعم اهو، ايه المشكله يعني؟ انت زعلان قوي يعني، انت مالك كده؟ امال ايه؟ امال انت جاي هنا تعمل ايه اصلا؟ على فكره انت ترابيزه هنا. عايز ترابيزه هنا؟ ما هي ترابيزه هناك، هم قاعدين على الترابيزه، احنا هنا بنصور بس شويه. بص هنخلص معاك وتروح تقعد على الترابيزه. عايز تقعد على الترابيزه؟ طيب انا عموما كده انت تعبت لي اعصابي بحركتك دي بصراحه. شاطر، فرحان انت في كده يعني؟ طيب انا كده هضطر اخلص الفقره بتاعتك عشان اخد بقى. مش بحلم باي حاجه. مش بتحلم باي حاجه خالص؟ يعني انت بتنام ساكت كده من غير ولا حلم؟ متاكد؟ بفضل مفت عين. لا ما طب هتحلم وانت صاحي ازاي بقى يعني؟ ما لازم تقفل عينك وتنام عشان تحلم. عشان بيجيلي عفاريت. يا عم ده انت تلاقيك بتنام 15 ساعه. انت مش واخد بالك. يعني بنام بالليل. بتنام لي بالليل؟ من الصبح لبالليل؟ وبتصحى من بالليل للصبح؟ طيب ما بيجي لك ايه في النوم بقى؟ بيجي لك ايه؟ ما بيجيليش حاجه. مش بتقول بيجي لك عفاريت؟ طب ما تتعامل معاهم اضربهم ولا اي حاجه لا انت ما انت مشكله كده. طيب انا بقى كده ايه اشكرك على الشويه دول. وبعدين هنجيب حد بقى من اخواتك نكمل معاه اللقاء. فاصل اعزائي المشاهدين واستكمل بعد الفاصل ان شاء الله. عدنا لحضراتكم اعزائي المشاهدين بعد الفاصل وبنستكمل فقرات هذه الحلقه من برنامج الوطن والمواطن. كان معانا الفقره اللي فاتت الطفل مازن، الطفل معاذ. هو ما شاء الله الاطفال كتير يعني بقى، فالواحد
بيتلخبط معايا دلوقتي حسن. اهلا وسهلا ابو علي، عامل ايه؟ اسمك ايه؟ اسمي حسن. طب علي صوتك شويه. اسمي حسن. حسن ايه؟ حسن احمد حسن. اهلا وسهلا ابو علي. في سنه كام يا ابو علي؟ علي صوتك شويه. عندي 5. عندك 5؟ مش عارف ليه كل اللي اسالهم في سنه كام يقول لي عندي كذا كذا. يعني دخلت حضانه ولا لسه؟ لا دخلت حضانه وبقيت في مدرسه خلاص. دخلت مدرسه خلاص؟ مدرسه. طب ما انا بقول لك في سنه كام في المدرسه اهو. دخلت سنه كام في المدرسه بقى؟ اولى؟ لا كنت عندي 4 سنين بقيت عندي 5. جميل، يعني انت كان عندك 4 بقيت عندك 5، والله اختراع هايل يعني، جميل قوي. لكن لسه ما رحتش المدرسه يعني صح؟ لا كنت عندي 4 بس رحت المدرسه. يعني بتذاكر وبتتعلم عربي وانجليزي وكده ولا لسه؟ كنت بتتعلم. طيب الاول ايه رايك في المكان الحلو ده؟ حلو ولا لا؟ حلو. عجبك؟ ده اهم سؤال يعني. لما تروح بقى المدرسه عايز لما تكبر تبقى ايه؟ رحت المدرسة. ما انا عارف يعني خلاص، والله انا مش معترض على حاجه. لما تكبر بقى تبقى قد الراجل ده او ده كده، عايز تبقى بتشتغل ايه؟ يعني اخوك معاذ قال عايز يشتغل على لابتوب وكمبيوتر، انت حابب تشتغل ايه؟ انا حابب تطلع ايه يعني؟ دكتور، ضابط، مهندس، مدرس كده يعني؟ ولا انت لسه ما فكرتش في الحكايه دي، سايبها للوقت بقى وظروفها يعني؟ نفكر مع بعض. احنا بصوا احنا قاعدين بندردش يعني، انتوا جايين المطعم، انت جاي انت ومين اصلا؟ جاي ده هنا المكان ده انت ومين؟ جاي مع مين؟ انا عارف يعني، بس بسالك عشان الناس اللي بيتفرجوا على التلفزيون مش عارفين، هم مش شايفين بقيه الناس يعني، فانت قول لهم عشان يبقوا عارفين. جاي مع بابا؟ ومين تاني؟ ومعاذ. معاذ طلع معانا صح. ومين تاني؟ هما شافوه، المشاهدين شافوه. وماما؟ ولا مفيش؟ في؟ طيب يبقى قول يعني، أنا احنا بندردش مع بعض يعني كده. المطعم جميل والناس قاعده حلوه كلها اهيت، فاللي بيجي بنعمل معاه حوار كده، بنتكلم معاه عشان تطلع في التلفزيون والناس يبقوا فرحانين بيك وانت تبقى فرحان انك طلعت في التلفزيون وكده يعني. صعبه دي؟ صعبة؟ سهلة، حاجة جميلة، وجو جميل وتكييف ونور وحاجات بتلمع وآخر تمام، صح؟ نرجع بقى لمرجوعنا بقى، أنت لما تكبر عايز تبقى إيه؟ ظابط. ظابط، ليه بقى ظابط؟ إشمعنى ظابط؟ بتحب الظابط ليه؟ عشان قوي يعني؟ وعشان بيعمل إيه الظابط؟ شغلته بيعمل إيه؟ بياخد الناس السجن. بياخد الناس السجن؟ يعني بيقوم جاي ماشي واخد الناس السجن كده على طول، ولا الناس الوحشه؟ الناس الحرامي. الحرامي، انت طبعا كل الناس بتكره الحرامي، فانت عايز تبقى ظابط عشان تقبض على الحرامي توديه السجن. لما توديه السجن بقى يقعد محبوس في السجن، فما ما يسرقش حد، فاللي عنده عربيه تفضل موجوده، واللي عنده بيت يفضل موجود، وتبقى الدنيا حلوه صح؟ ده هدفك يعني؟ مين علمك بقى الفكره دي؟ يعني انت ليه حبيت تبقى ظابط؟ اشمعنى ظابط؟ انت من اتعلمتها من نفسك كده يعني؟ انت صحيت من النوم لقيت نفسك عايز تبقى ظابط كده، ولا بابا قال لك، ولا ماما، ولا مين؟ انا. انت لوحدك يعني، مش محتاج حد. باشا يعني انت جاي مفكر كده وقلت ابقى ظابط. طب ما ظابط ده عايز يذاكر بقى ويبقى ويدخل كليه ويعمل تمرينات وكده، مستعد يعني لما تكبر هتعرف تعمل الحاجات دي؟ مش صعب عليك يعني؟ مش مشكلة بالنسبة لك يعني؟ طب انت في البيت بقى شقي ولا هادي كده وطيب وكده؟ هادي. طب معاذ قال لي ان هو شقي جدا، بجد ولا انت شقي اكتر منه؟ مين اللي بيكسر ويخبط ويبوظ الحاجات وكده؟ انت عم مالك مندفع بالراحة؟ انا مصدقك يعني، هو الراجل اعترف يعني. يعني على فكره هو نفسه قال فعلا كده، قال انا اللي بعمل، انا اكتر واحد شقي. انت مالك اندفعت او كده يعني؟ ما تمسكش في حاجه خالص والله، ولا هو حتى
علشان هو دلوقتي خلص سؤاله وبطل مرحلة الأسئلة ومشي. فهو قال هو الشايف يعني. انت بتأكد على الكلام يعني. طب ليه انت بقى انت اكبر منه ولا اصغر منه؟ اكبر. اكبر. طب الاكبر ده يوم قايل له تعالى بقى يا كابتن وبلاش التكسير بلاش كذا كده مش، وبعدين ده انت هتبقى حضرة الضابط بقى عشان الناس تقول لك يا باشا وكده، فانت لازم تعمل انضباط في البيت. صح يعني بالبديهة كده بقى، انت اذا عمل حاجة معاز تقول له استنى اقف وقف عندك، ما ينفعش كده. صح؟ ايوه. قول له ما بيسمعش تقوم بقى قايل لماما على طول، لكن تسيبه على الفساد ده كده مش هينفع. انت كده دورك كضابط في البيت هيبقى ضعيف. اوعى سيطر. صح؟ بس ما تضربوش طبعا، ما تزعلوش عشان ده اخوك. هو بيغلط بس لسه صغير يعني، مش اوعى تعمل له بقى حرام يعني، وانت بقى الضابط بقى هتقبض عليه. لا انت تقول له لا يعني يا معاذ كده غلط عشان ده بيتنا والحاجه دي بفلوس وبابا بيتعب فيها وكده. صح؟ انت جميل يا ابو علي والله، وانا سعيد قوي باللقاء الظريف الجميل بتاعك ده، عشان احنا معانا بقى في مين اخوك تاني جاي معاكم؟ طيب انا عموما انا هنشوف الاسره ونشوف الموجودين. بشكرك على الفقرة الجميلة دي. فاصل أعزائي المشاهدين واستكمل بعد الفاصل إن شاء الله. رجعنا لحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل. حلقة جميلة شيقة مفيدة. خدنا في أول فقرة الأستاذ عبد الله السيد بنتكلم عن حضانة ومشروعات قيمة تفيد مجتمعنا، وبعدين بناخد بعد كده الفقرات مع أبناء زوار المطعم اللي احنا بنعمل فيه البرنامج. عملت فقرة مع معاذ ومع حسن، ودلوقتي معانا مازن. أهلا وسهلا يا مازن. لا على صوتك ده انت ما شاء الله كبير يعني، على صوتك شوية كده. لا سيبك من التعويرة دي بقى، ولا بص هي كده كده حصلت يعني، فاحنا مش هنبوظ الحلقة عشانها. ما تبصلهاش بقى، بص لنا دي، ببص لها بعد الحلقة. حصلت لك منين طيب بالمرة بقى نتكلم عنها؟ وقعت عليها. وقعت عليها؟ وقعت على صباعك بس كده؟ ما شاء الله عليك. انت ايه صورة مين ده؟ سبايدر مان؟ ده انت سبايدر مان بقى، انت واقع على صباعك كده يعني حاجة جامدة قوي يعني. في سنة كام يا مازن؟ لا مالكش دعوة باخواتك بقى والهيصة اللي بره دي، احنا بنعمل حوار تلفزيوني دلوقتي، واخد بالك؟ الكاميرات والاضواء والكلام ده، بنعمل لقاء تلفزيوني تمام. فاحنا ركز معايا في الحوار عشان تبقى طالع على التلفزيون حوارك ايه كامل يعني. سنة كام بتقول؟ تانية. يعني داخل تانية ولا طالع من تانية؟ احنا في الصيف دلوقتي مفيش سنة بتاعت حاجة. طالع من تانية داخل تالتة. يبقى انت ان شاء الله كده على اعتبار ما سيكون هتبقى اسمك في ثالثه. ما تجيب سيره الثانيه دي، خلاص خلاص ولت انتهى، ما ترجعش تاني لورا يعني. يبقى انت كنت في ثانيه وطالع ثالثه ان شاء الله. صح كده؟ نشاطاتك ايه في الصيف بقى؟ بتعمل ايه؟ هواياتك ايه؟ بتحب تعمل ايه؟ يعني بتلعب ايه؟ بتحفظ حاجه؟ بتحفظ قران مثلا في الصيف؟ لا. طب بتلعب لعبه معينه؟ بتركب عجله؟ بتلعب جيمز؟ بتعمل ايه؟ لا. تلعب على الكمبيوتر؟ لا بلعب في الشارع. تلعب في الشارع؟ مع صحابي. مع صحابك يعني، ده أهم حاجة إنك أنت تجري دمك وتقابل صحابك أنت شكلك عشري واجتماعي بقى، صح؟ أيوه. عارف عشري واجتماعي يعني إيه؟ لا. مش لما تكبر هتلعب. يعني قصدي ليك صحاب ومش ولد منطوي يعني أو كده، صح؟ طيب أنت في صحابك بقى، بحكم ان احنا اتكلمنا عن الصحاب، مسيطر كده في المجموعه بتاعتك ولا واحد عادي كده وخلاص يعني كل شيء كان كده؟ صحابي كتير. صحابك كتير؟ طيب يعني انت لما بتلعب مثلا انت بتبقى رئيس المجموعه، لو عاملين فريق كوره انت بتبقى ما اعرفش بيسموه ايه يعني، لو انت في الفصل بتبقى انت الالفا ولا؟ لا بلعب مع واحده بتلعب كده عادي يعني. تمام. طيب انت ان شاء الله باذن الله يعني لما تكبر بقى باذن الله كده هتبقى بتذاكر دلوقتي عشان عايز تطلع ايه؟ ظابط. ظابط؟
انت اشمعنى ظابط؟ ايه ده؟ كده قول لي سبب يعني. اكيد انت فكرت فيها فلقيت في سبب صح؟ اه. ايه السبب؟ من غير سبب؟ هي يعني عاجباك الشغلانه بس كده؟ احنا تقريبا كل الولاد عايزين يطلعوا ضباط ما شاء الله. ما فيش سبب معين تقوله للمشاهدين؟ انا على فكره يعني بعمل الحوار ده مع الاطفال بنفرح الولاد اللي بيجوا لنا المكان هنا بس فعلا بيبقى فيه كلام بيتقال حلو. فانا عايزك تقول الكلام ده، انت ليه عايز تبقى ظابط؟ الملحوظات دي فعلا بتبقى جميله، ان تفكير الطفل يكون يعني لما واحد يقول لي انا عايز ابقى ظابط عشان امسك الحراميه، ده معنى جميل جدا ان هو عايز يمنع السرقه من البلد مثلا. فانت عايز تبقى ظابط ليه؟ واحد استضفت طفل برضه قال انا عايز ابقى دكتور عشان اخفف المرض عن الناس مثلا، فكره جميله. فده كلام مفيد كله يعني زي كلام الكبار كده. في ناس ممكن تقول يعني فقره الاطفال يعني، لا ابدا، الاطفال دول هم الاجيال بتاعه المستقبل، هم اللي هيبقوا رجال المستقبل صح؟ ما احنا بعد مده كده انا واللي قدي هنبقى عواجيز بقى كده، وفي اللي اكبر مننا سنا هيكونوا ماتوا وبتاع، انتوا اللي هتبقوا موجودين صح؟ اه. فانت عايز تبقى ظابط ليه؟ احنا على فكره انا عايزك تاخد راحتك في القعده كده، بناخد وندي يعني. ها؟ عايز ابقى ظابط عشان امسك الحرامية. جميل، يبقى انت برضو من نفس مدرسة ان مش عايز يكون في حاجة وحشة وناس سيئة وكده، فيبقى في انضباط بالقانون وبلدنا تبقى حلوة صح؟ اه. طيب انت بقى يعني هتذاكر كويس عشان تبقى ظابط كويس وشاطر وقوي؟ أوه. ولا اي كلام؟ وتقعد تلعب بقى ايام المدرسه وماما تقول لك اكتب الواجب، تقول لها ما مش عايز اكتبه، انا عايز انام وعايز اروح العب، وبعدين المدرسه تضربك بقى، ولا انت مالكش في القصه دي؟ بتكتب الواجب وبتذاكر وتمام يعني. انت ما شاء الله عليك كبير يعني، يعني خلصت سنه اولى وخلصت سنه ثانيه يعني فاهم الحياه يعني، ولا ايه؟ يبقى احنا ان شاء الله في اللي جاي هنجتهد كويس ونذاكر كويس طول السنين اللي جايه دي صح؟ اتفاق؟ كلام رجاله؟ ده ظابط بقى يعني، ظابط ده يعني رجل الحسم يعني. ونسمع الكلام في البيت بقى ومبوظش حاجه وكده، ولا شايف حاجه تانية؟ بتضحك كده والله شكلك ايوه هتضحك اهو، شكلك عامل عمال كتير صح؟ ها؟ بلاش اسالك يا عم، خليها يعني النية كده، ان وانت كده والنية لله كده انك ما تعملش ايه حاجة غلط في البيت. وبلاش يا عم نتكلم في اللي فات يا عم، ايه رأيك؟ ما فيش اطيب مني في الكلام كده. ومعاذ بيكسر الكوبايات. أيوة. في البيت. ايوه هنفتح بقى، هنبتدي اهو. معاذ اللي كان معانا الفقرة الاولانية قبل حسن. أوه. هو اعترف قال انا بكسر كل حاجة وانا الشقي جامد يعني، ما اختلفناش يعني. بيكسر الكوبايات في البيت. ممكن اقول لي بقى، اقول لماما تجيب كوبايات، في كوبايات اختراع كوبايات بلاستيك كده ما بتتكسرش، بلاش الازاز يعني، ممكن تجيب كوبايات بلاستيك. في مثلا كان زمان قوي في العصور اللي كانت خشب بقى، لما يتنطط عليها معاذ ولا 30 معاذ على مكسرها، كانوا المعالق خشب عارف كده زمان. المعالق كانت خشب والكوبايات خشب والصحون خشب، يعني حاجه ما شاء الله متينه كده. فمعاذ ده قلت له ايه مع كوبايتين خشب عشان ما يكسرش حاجه. بس انت كبير المفروض انت تنصحه وتعلمه صح؟ اه. لان انت فاهم الحياه، هو لسه صغير. فانت تقول له يا معاذ كده غلط، والحاجات دي بتيجي بفلوس كتير، وفي نفس الوقت الازاز اللي مال الارض ده هيعورنا كلنا، فانت كده فسدت البيت كله. ولو اي ضيف دخل دلوقتي هيتعور ويطلع يبقى زعلان مننا يعني فهمه صح؟ مش انت ظابط؟ يعني هتعمل تحقيقات واستجوابات وحاجات جامده صح ولا لا؟ اه. انا بشكرك شكرا جزيلا، وربنا يوفقك ونشوفك ظابط احسن ظابط. الظابط بقى مش هيقعد يدور على تعويره صباعه دي يعني يا مازن. الظابط ممكن يعني انت ممكن تدخل على جماعه حراميه يبقى معاهم سلاح يضربوا بالنار كمان، ولا معاهم سيوف ويعوروك، هتقول لهم استنوا بقى ما اشوف التعويره، ولا تمسك التعويره كده وتقبض باليد الثانيه
صح؟ ظابط ولا انت عايز تبقى ظابط بلاي ستيشن يعني؟ صح ولا لا؟ خلاص ما تبصش لدي خالص بقى، هتبص لها او متبصص لها اهو برضو تاني. انا شفتك بصت لها. طب نشوف كده هتبص ولا لا؟ هي فين؟ كده تمام. لا كده انت ظابط بجد بجد، انت كده عجبتني، ما بصت لهاش. شكرا جدا، اشكرك جدا يا مازن. وان شاء الله يعني نشوفك هنا تاني باذن الله. شكرا جزيلا. فاصل اعزائي المشاهدين ونستكمل بعد الفاصل ان شاء الله. رجعنا لحضراتكم اعزائي المشاهدين بعد فاصل قصير، وحلقه شيقه وممتعه والله يعني فعلا الكلام مع الاطفال ده حاجه جميله، وزي ما بيقولوا بالدارك كده يعني الاطفال احباب الله يعني زي ما بيقولوا، فهو الواحد مستمتع يعني بصراحه بالجو ده. المره دي معانا اموره بنوته ظريفه كده جميله. اسمك ايه؟ ملك. ملك؟ قولي، علي صوتك شويه. ملك نبيل. طب انت دلوقتي احنا بنصور برنامج تلفزيوني، فعايزين الكلام يبقى واضح عشان الناس تعرف تسمعك على التلفزيون. ملك نبيل، سنه كام يا ملك؟ رابعه. ما شاء الله عليك، ما شاء الله، انت ما شاء الله كبيره يعني. ملك نبيل داخله خمسه. طيب انت شكلك راسية وهادية ولا شقية؟ مش شقية قوي يعني، حاجة نزوم يعني الشغل كده، نزوم الحياة يعني، ما فيش مانع برضو. طيب انت ملك يعني داخلة خمسة ان شاء الله، يعني كلها سنتين وتخلص ابتدائي، تبقي في اعدادي، وبعدين ثلاث سنين كده يعدوا برضو في ثانوي. ناوية تبقي ايه بقى لما تدخلي كلية ايه؟ اوبا، انت جيتي بقى في ملعبنا بقى. استني، ده عايز الواحد يتعدل لك. انت لما تدخلي كليه عايزه تتعلمي صحافه واعلام عشان تشتغلي ايه؟ مذيعه او صحفيه. صحفيه. عايزه تدخلي كليه اعلام قسم صحافه او اذاعه وتلفزيون. طيب لو انا جريت بالزمن كده يا ملك وقلت ان انت خلاص دخلتي كليه اعلام وبقيتي مذيعه، وجينا شغلناكي في قناه، تعملي ايه؟ هتشتغل ازاي؟ وريني كده هتشتغل ازاي؟ يعني انت دلوقتي مذيعه، انت كبرتي وبقيتي مذيعه اهو، ما انت طالما في دماغك تبقي مذيعه يعني انت حابه الموضوع ده. انا والله الاولاد اللي قبلك انا كله عمله ظابط، كنت انا لسه عايز اقول ايه، ومحدش عايز يشتغل شغلانتنا خالص ولا ايه؟ فانت جايه على طول، اللي الواحد بيتمناه بيلاقيه يعني الحمد لله. بص بقى يا ستي، انا راجل ضيف وانت مذيعه، اعملي بقى مذيعه عليا كده. سؤالك. قدمي بقى، بصي الكاميرا، انت على الكاميرا اللي هناك دي اللي على اليمين مش دي، ماشي؟ بصي بقى للكاميرا، ابتدي حلقه كده، قولي عشان يعني اعتبرها تدريب او تجربه. بصي للكاميرا دي وقولي مثلا اي مقدمه كده كانك هتعملي حلقه، ومعايا ضيف انا اسمي عبد الرحمن ابو حطب. هتقولي معانا عبد الرحمن ابو حاتم. لا بصي بقى للكاميرا، انت دلوقتي اشتغلي كمذيعه بقى. خلي بالك انت لما تكبري هيهمك اول حلقه دي هتبقى اهم حلقه في ارشيفك. يعني انت لما تبقي مذيعه ان شاء الله هتقول لهم انا بشتغل مذيعه وانا في رابعه ابتدائي، كله يحاسب. المفروض كده، فانت الحلقه دي بالنسبه لك مستقبلك. بص للكاميرا دي وقولي يعني مقدمه كده، واهلا بيكم، واخترعي دلوقتي اسم برنامج واعملي معايا حوار بقى. ولا بصي ما تبصليش انا، قولي والله فرصه يا بنتي هتندمي عليه. قولي صدقيني اما تكبري بكره هتبقى تهمك قوي دي. بصي بقى للكاميرا، اي اسم يعجبك، اي اسم. الوطن والمواطن، ماشي ادخلي معايا فيه. اهلا بكم في برنامج الوطن والمواطن، معانا الضيف عبد الرحمن ابو حطب. ابو حطب. اسالي بقى اي اسئله يعني. ايه انت وانت صغير كنت بتحب تطلع ايه؟ وانا صغير كنت حابب اطلع مدرس لغه عربيه. لما دخلت الجامعه طلعت بقى مذيعه. وانا صغير كنت بحب اطلع مذيعه، ولما كبرت طلعت مذيعه. انت يعني انت كده اختصرتي المرحله كلها بصراحه 100 100.
استخدمت الموقف صح يعني اشتغلت تمام. انت كده اتكلمت على اعتبار ما سيكون ان انت خلاص خلصتي، وانا مبسوط منك جدا. عارفه الشغله ديت اهم حاجه فيها سرعه البديهه، الواحد يبقى سريع البديهه كده وقوي الملاحظه كده، ويعرف يتصرف في المواقف يعني المفاجاه، ويبقى عنده ثقافه بقى. اهم حاجه انت من سنك دلوقتي ده لحد ما تتخرجي ان شاء الله لازم تعرف كل حاجه وتتعلمي على قد ما تقدري، مش مذاكرتك بس. يعني لو في جورنال قدامك قديم اقريه، لو يافطه محل اقريها. قرايتك لكل حاجه ده بيفيدك جدا. كل حاجه تحصل حواليك لازم تعرفي عنها شيء، تعرفي الاخبار كلها على قد ما تقدري، تعرفي معلومات عامه على قد ما تقدري، يعني بحيث ان انت وانت قاعده بتقدمي برنامجك تبقى عارفه ازاي يعني لو حصل اي موقف مفاجئ. اعلام، صحافه، ممكن ادخل اعلام، ممكن اعمل برامج دينيه. وتعملي برامج دينيه، يبقى انت لازم تركزي على الجانب الديني، يبقى عندك ثقافه دينيه كويسه ومعلومات كتير عشان تعرفي تتكلمي فيها، ولو مستضيفه حد تعرفي تناقشيه وتعرفي تسالي الاسئله وتسالي ده امتى وده امتى وكده. انا سعيد قوي قوي، انت زميله كده، انت كده يعني مش ضيفه بس، ده انت ولا طفله جايه المطعم بس، ده انت زميله. ده انا مبسوط قوي ان لقيت حد تبعي. يعني الولاد كلهم يقولوا عايزين ظابط ظابط ظابط. ايه يا جدعان، انا قاعدين في اسم الشرطه ولا ايه؟ يعني مفيش حاجه تانية خالص. فانت كده انا بصراحه سعيد جدا 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 يا ملك، وشرفتينا شويه دول، وربنا يوفقك ونشوفك باذن الله مذيعه قد الدنيا. وتفتكري بقى الحلقه الجميله دي وهتقعدي تحكي طبعا على نفسك اكيد، بس انت جميله يعني ومش هتضحكي ولا حاجه، انت وقدمتي كويس وكله تمام يعني ما شاء الله عليك. شكرا يا ملك. اشكركم اعزائي المشاهدين، برضو نلتقي بعد الفاصل مع ضيفه برضو تانية من الرواد هنا في المطعم، بحيث بنستكمل معاكم الفقرات بتاعه استضافه ابناء الزوار المطعم. فاصل ونعود ان شاء الله. طيب معانا اعزائي المشاهدين في هذه الفقره مريم. اهلا وسهلا يا مريم. سنه كام يا مريم؟ ثالثه اعدادي ان شاء الله. طيب انت طبعا في كده انت قربتي على يعني عندك فهمك ووعيك بيقدر يقول عايزه تبقي ايه فعلا، يعني غير حتى الاطفال الصغيرين، يعني انت كده فهمت الدنيا اكتر، فانت هتقولي الواقع يعني حابه تبقي ايه لما تكبري ان شاء الله. دكتوره اطفال. طب وانت راجعه للاطفال تاني ليه؟ ما احنا بنقول انت طلعتي من الاطفال. اشمعنى اطفال؟ طيب لا انا حابه ان انا اكون دكتوره اطفال. في موقف مثلا مر عليكي خلاكي حابه الموضوع ده؟ احتجتي مثلا دكتوره اطفال عندكم او كده؟ اشمعنى اطفال يعني؟ مش عارفة بس انا حباه. اكيد يعني انا اختك ملك قالت حابه تبقى مذيعه، اكيد في سبب. لا انت مثلا دكتور اطفال عادي، مثلا انقذ الناس الصغيرين كده. بس انا حابه دكتور اطفال. خلي بالك ده تخصص صعب يعني يعتبر، لان الطفل ده فيه كل حاجه، ودكتور الاطفال بيعالج حاجات كتير فيه يعني، ومسؤوليه بقى، وبعدين عيال صغيره الواحد يبقى خايف حتى بتعامل معاها، وانت ما عندكش مشكله في كده، انت عايزه تساعدي برضو كده وخلاص يعني. يعني الكبار اعتقد امرهم سهل شويه. واحد بتاع عظام مثلا وبيجبس واحد وبتاع كبير وخلاص، انما الطفل ده بالذات الاطفال اللي لسه بقى ايه مولودين وعندهم مشاكل وكده، كل ده ما عندكش مشكله فيه. يعني حصل ايه مثلا؟ انا بحب دايما ما اسيبش حاجه تعدي كده. مثلا لو حد تعب بالليل ما فيش مستشفيات فاتحه، الدكاتره ما بتبقاش موجوده بالليل كده. يعني وقت كان تعب مثلا وانتوا تعبتوا بيه فصعب عليكي، جبت برضه انا خلي بالك يعني جبت السبب منك اهو. انت قلت عادي انا بحب اساعد كده، لا بس انا جبت السبب. يعني كان محمد حصل له حاجه فتعبتوا فيه، تعبتوا بيه؟ لا عادي. فانت بقى ايه عايزه تنقذي الموقف. ده اللي ولد عندك الفكره دي. هي فكره جميله وراقيه وكلها حنان ورحمه يعني، وده شيء جميل. خاصه الاطفال كمان ممكن على فكره ما بيكونوش عارفين يشتكوا. يعني ممكن الاطفال بيتألموا مش عارف يتكلم، اللي هم في سن صغير خالص يعني. والكبير هو مش عارف ايده اليمين من الشمال اصلا برضه شويه، فملخبطين هيتعبوك خلي بالك.
انا بنبهك بس عشان تبقى مستعدية للمسؤولية دي. ربنا يوفقك طبعا يعني. طب انت بقى في البيت طبعا مش هقول بقى شقاوة وتنطيط وتكسير، انت المفروض دخلت على مرحلة ان انت تكوني بتعرفي بقى كبنت يعني بتعرفي تعملي حاجة في البيت، المفروض انت في سن تتعلمي فيه ده. بتتعلمي ولا ماما مش مديالك الاهتمام ده؟ بتعلمك يعني. انا مش بوقع بينك وبينها يعني ولا حاجه، انا بس انا بسال يعني هي بتعلمك وبتهتم ان هي تعلمك. طب اتعلمتي ايه مثلا؟ في حاجه في البيت، في المطبخ، اي حاجه بتتعلمي في المطبخ؟ انا كان في طفل جالي قال لي انا بص بقى بساعد ماما وبقطع البتنجان، يعني هو طبعا كده عمل يعني اللي محدش عمله يعني كانه جاب عجل وشفاه مثلا يعني، هو بيقطع البتنجان. انت في المرحله دي ولا اعلى شويه؟ لا اعلى شويه يعني. البطاطس مثلا كمان مثلا؟ طب حلو قوي يعني. لكن ما يعني ما حاولتيش تعملي اكله؟ لا بعرف بس والله الموضوع معايا. وبتاكليها لوحدك طبعا في الاخر عشان ما حدش بيرضى ياكلها؟ انا بسال والله يعني عادي يعني بتعملي حاجه نافعه يعني. على فكره جميل جدا تبقي انك عايزه تطلعي دكتوره وتساعد الناس، بس انت في النهايه بنت هتبقى ليكي بيت، لازم تكوني يعني ماليه مكانك يعني، صح؟ اطفالك انت بقى لما يبقى عندك اطفال اكيد هتبقي مراعياهم تماما كدكتوره بقى بالتاكيد يعني. طيب سؤال بقى، انت يعني كبيره طبعا، ايه رايك في المكان ده؟ تعليقك عليه ايه؟ حلو جدا. الاشكال دي والمعرفش ايه مريح، حلو، مكان حلو يعني عجبك. هتيجي فيه تاني ان شاء الله؟ ان شاء الله. تنصح الناس تيجي فيه؟ طيب السؤال برضو المهم في الاطار بتاع حكايه دكتوره اطفال دي، انت عارف كل الطب بتاخد مجموع كبير على استعداد يعني، انت يعني بتجتهدي وتذاكري ولا بقى من البنات اللي هم عايزين يلبسوا الهيدفون ومش عارف ايه وخلاص كده وبتاع والحياه عندهم سبهلله يعني؟ طب يعني انت فاهمه يعني، مش طب ان انت حبيتي تبقي دكتوره اطفال والسلام، فاهمه سكتها. ثانويه عامه مجموع كبير، اجتهاد ليل نهار، الكليه نفسها مدتها طويله ما بياخدوش اجازات تقريبا، وكلها مذاكره في مذاكره كده، ما هو يعني مسؤوليه، فلازم الواحد اللي بيطلعها يبقى مجتهد. بدل ما يجي لك طفل مثلا بدل ما تعالجيه تموتيه يبقى مصيبه، فلازم انت مستعده لده، فاهمه ان الطريق شاق وانت راضيه بيه. انا بشكرك يا مريم، طبعا لقاء ممتع وجميل جدا، وربنا يوفقك طبعا، بتمنى لك ولكل المشاهدين يدعوا لك انك تكوني احسن دكتوره اطفال ان شاء الله، والحلقه دي تتفرجي عليها وانت دكتوره اطفال وتقولي انا تمنيت ابقى دكتوره اطفال وانا لسه داخله ثالثه اعدادي وانا صغيره، ويكون عندك اطفالك انت بقى وتوريها لهم برضو، وده يبقى شيء جميل وذكريات بالنسبه للايه اللي كل واحد في حياته يعني. في سنك ده لما تبقي قدنا كده هيبقى كل حاجه عملتها دلوقتي ذكرى حلوه وهتبقى لها اهميه. بشكرك شكرا جزيلا مريم نبيل، صح؟ ومنورت المكان، ونتمنى تكرري زيارتك فيه انت واسرتك. كما اشكركم اعزائي المشاهدين والتقي بحضراتكم في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.